اليهودي عندما يصلي في صلاته يقول: أشكرك يا رب لأنك لم تخلقني كافرا ولا امرأة، فيستعلي حتى على المرأة في بيته. هؤلاء الناس ديدنهم ودأبهم ثقافة القتل والإرهاب والإجرام والاستعلاء على البشرية. يكفي أن يقولوا أنهم الشعب المختار وأن الناس كلهم مسخرون لهم. هؤلاء القوم ومن اقتبس ثقافتهم، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي دول أخرى في أغلبية بروتستانتية، هو شريك لهم في ثقافة الإبادة والقتل والرهان على سلام كاذب خادع مع الصهاينة الغرب الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الأرض المحتلة في فلسطين، إنما هي أكذوبة. وهذا الاستعلاء يمارسونه على الشعوب في وجوه متعددة، حتى عندهم بين الذكر والأنثى والرجل والمرأة.